يعود صالون الدولي لكتاب سيلا هذا العام في طبعته 24 بأكثر من 1020 ناشرا يمثلون 40 بلدا. طبعة 2019 تعطي الأولوية للشباب والجمهور العريض، وتتيح فرصة للأدباء الشباب للبروز، خاصة الفائزين منهم بالجوائز الأدبية، وستكون السنغال ضيفة شرف الطبعة. دول المشاركة وعدد المعاهد ودور يعني النشر والتأليف إلى جانب المؤلفين ذاتهم والكتاب يعكس مدى أهمية هذا الصالون الذي هو حقيقة موعدا ثقافيا وعلميا جدير بالتنويه. Venir ici à l'un des salons les plus importants d'Afrique, savoir le SILA, est un réel plaisir de satisfaction pour l'intelligentsia, pour le gouvernement et pour le peuple sénégalais. Il est heureux aussi de voir que l'Afrique du Nord s'ouvre à l'Afrique du Sud, aux côtés de l'Afrique du Sud. Je crois que c'est cette coopération Sud-Sud qu'il est bien de magnifier, qu'il est bon de saluer et que nous tous, nous travaillerons en tout cas pour que ce dynamisme culturel entre les deux pays continue. العارضون بدورهم سواء دور النشر الجزائرية أو الأجنبية حاضرة بشكل بارز من خلال إصدارات أدبية مميزة وندوات سيلقيها أدباء وروائيون. كان جديد في الكتب، كان دي زوفاج في ليستوار ليسي، كان للأطفال تانيك اي اون كوم لا نيب الي كونو في مطبعات في التاريخيه. دونك هذا العام تاني كنو سوم بارتي سور لي سور دي زوفراج ديسوار اي دي سي. نحرص على الاشتراك في هذه التظاهرة الثقافية لما لها من أهمية ومن إقبال كثيف من الجمهور الجزائري ومن المثقفين. فنحن مش أول مرة يعني نجي، بالعكس نحن من المعارض اللي يعني نترقبها ونشارك فيها كل سنة. خلال هذا الحدث الثقافي سيشارك أيضا كتاب وروائيون ومثقفون معروفون سواء في إطار البرنامج الرسمي للصالون أو البرامج الخاصة بدور النشر.